أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم أحبتي في الله ورحمة الله وبركاته. طبعا نبارك لكم في هذا اليوم، اليوم الأول من شهر ذي الحجة المحرم. نبارك لكم ذكرى زواج النورين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. طبعا وكما تعلمون هذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوبنا اللي هي زواج أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيها الكثير من الجوانب التي يمكن أن نتحدث عنها حقيقة ولو في بضع دقائق. حقيقة في هذا المشروع المبارك زواج أمير المؤمنين من الزهراء هناك جوانب تتكلم، ممكن أن نتكلم فيها عن العلاقة الزوجية التي حصلت ونظمت ما بين أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليها. هناك جوانب يمكن أن نتحدث عنها بخصوص الجهاز الذي جهزه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لفاطمة الزهراء، والآثاث التي جهزها إلى أمنا فاطمة سلام الله عليها. كذلك يمكن أن نتحدث في جانب من جوانب تقسيم العمل في داخل الأسرة، وكيف أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تشاطر العمل في داخل البيت مع الزهراء، وقد قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث جعل كل ما خلف الدار يتكفل به أمير المؤمنين، وما هو داخل الدار تتكفل به الزهراء سلام الله عليها. جوانب كثيرة في هذا الموضوع اللي هو زواج أمير المؤمنين من الزهراء، هنالك جوانب كثيرة جدا نتحدث عنها، ولكن حقيقة أحب أن أركز على نقطة مهمة جدا في مسألة زواج أمير المؤمنين سلام الله عليه من الزهراء سلام الله عليها، ألا وهو موضوع المهر. طبعا الكل يعلم أن مهر الزهراء يعبر عنه بمهر السنة الشريفة، وعندما تقدم أمير المؤمنين للزهراء سلام الله عليها سأله رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ماذا تملك يا علي؟ قال: أملك هذا سيفي وهذا درعي يا رسول الله، كل شيء ما عنده سوى السيف والدرع. قال: أما سيفك فلا بد لك منه، تقاتل به في المعركة وغيرها، أما بالنسبة إلى درعك فلا تحتاج إليه، ما تحتاج إلى الدرع، لأنك لست بمن يهرب حتى يضعه على ظهره، ولست ممن يجبن حتى يضعه على صدره، ما تحتاج إلى الدرع، بع هذا الدرع واجعله مهرا إلى الزهراء سلام الله عليها. فذهب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وباع هذا الدرع اللي هو درع أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا ماذا تتوقعون كم كان مبلغ هذا الدرع المبارك؟ قرابته 480 درهم أو 500 درهم في رواية، مبلغ جدا بسيط بحيث استطاع به أن يشتري بعض الأمور في التي يجهز بها جهاز الزهراء سلام الله عليها. إذن عبارة عن مبلغ بسيط. والذي أحب أن أركز عليه أيضا أن مهر الزهراء سلام الله عليها سمي بمهر السنة المباركة، يستحب أن يكون مهر المرأة هو بهذا المقدار اللي هو مهر السنة. وكما تعلمون أيضا أعزائي أن الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت والواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر من بركة المرأة هو قلة مهرها، من بركة المرأة قلة مهرها. بل ورد في الروايات الشريفة أن من شؤم المرأة، نعوذ بالله من ذلك، من شؤم المرأة عقم رحمها وغلاء مهرها لذلك لو نأتي إلى مسح أو إطلالة على المهور التي كانت سائدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف ماذا تتوقعون كيف كانت؟ هل هي عبارة عن أموال، عن مبالغ؟ لا، لم تكن هكذا أعزائي، بل في روايات كثيرة وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، واحدة تقول أن النساء كان يزوجن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبضة من التمن أو البر، قبضة من التمن، أو كانت المرأة تزوج على السورة من القرآن الكريم،
هسه عندما ناتي نحن نتصور ان المهور عباره عن اموال تدفع الى الزوجه او الى اب الزوجه، اموال. الامر ليس هكذا اعزائي. قد يكون مال، وقد يكون منفعه، وقد يكون حق، وقد يكون بالذمه، وقد يكون تعليم شيء من القران الكريم. تعالوا معي الى القران الكريم. عندما نقرا القران الكريم قال اني اريد ان انكحك شعيب لإحدى بناته لموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، على أن تأجرني. تأجرني تشتغل عندي، تشتغل عندي يعني تعطيني منفعة بدنك، تعطيني منفعة بدنك. يعني هذه البنت مهرها ليس مال وليس حق من الحقوق وليس شيء، وإنما هو عبارة عن منفعة، نؤجر نأخذ منافعك لمدة 8 سنين، فإن أسممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. لذلك المهور التي كانت سائدة في زمان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانت مهور في غاية البساطة أعزائي، في غاية البساطة. لذلك أهل البيت سلام الله عليهم يصفون المهور في ذلك الزمان ضمن روايات كثيرة، وواحدة من تلك الروايات هو مهر أمنا الزهراء سلام الله عليها. لذلك أعزائي عندما تأتي وتسأل عن أهم سبب من أسباب أن الشباب قد يعرضون عن موضوع الزواج، ما هو السبب؟ تسأل الشاب تقول لماذا تعرض عن موضوع الزواج؟ يقول لك والله تكاليف. هذا السؤال الأول. يقول لك والله تكاليف. طيب لماذا هذه التكاليف؟ ما هو سبب في ذلك؟ السبب هو يريدون أن يتاجروا ببضع المرأة، وهذا نعوذ بالله هذا من شؤم المرأة، من شؤم المرأة زيادة مهرها. لذلك نحن عندما نمر بهذه الذكرى المباركة ونحاول أن نتعطر بعطر علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم، نتعلم هذه السنة الكريمة المباركة. لذلك يا أعزائي عندما نأتي إلى الرسائل العملية، رسائل العلماء يذكرون مهر السنة، قال ويستحب أن يكون بمقدار مهر السنة، يستحب في المهر أن يكون بمقدار مهر السنة. لاحظوا، لذلك إحياء هذه السنة المباركة في غاية الأهمية، إحياء هذه السنة المباركة في غاية الأهمية. بعض العوائل يعتبرونه المهر كفن، بعض العوائل يعتبرونه نسخة من كتاب الله العزيز. طبعا هو عبارة عن هدية معنوية، من يقول نسخة من كتاب الله العزيز هدية معنوية. بعض العوائل يعتبرونه حجة لبيت الله الحرام، لا بأس بذلك، وإن كان طبعا مبلغ الحجة أكثر بكثير من مهر الزهراء سلام الله عليها. طبعا الآن لو نريد نحدد بالضبط مهر الزهراء يعني تقريبا يصير بـ1.5 مليون أو 2 مليون هيش تقريبا، بهذا المقدار باختلاف سعر العملة اللي هو بالسوق. لذلك مبلغ 2 مليون الآن بالنسبة إلى الشاب ليس بالصعب، مو مثل 10 ملايين والـ20 مليون اللي ممكن أن يطالب بها أهل الزوجة. لذلك أعزائي هذه السنة العظيمة التي نستفيدها من هذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة النور من النور أمير المؤمنين من الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم، ونستفيد هذه السنة المباركة اللي هي عدم غلاء المهور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم ويزيننا بالحلم ويجعلنا من المستنين والمتأسين بهذه السنة المباركة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد.